منذ اندلاع الحرب في سوريا في 2011 باتت أراضيها ساحة للمنافسة بين القوى اللاعبة هناك، ليس على المستوى العسكري فحسب بل أيضا على المستوى الاقتصادي. في هذا المجال برزت المنافسة بشكل رئيسي بين كل من إيران وروسيا الداعمين لنظام الأسد. دعونا نستعرض مصالح هاتين الدولتين في سوريا وفق تقرير لمركز جسور للدراسات. بالنسبة لطهران فقد سعت منذ بداية الحرب إلى الزج برجال أعمال موالين لها في دمشق بشكل مكثف لتنفيذ مشاريعها التي يقف على رأسها مشروع الهلال الشيعي، ويهدف هذا المشروع إلى بناء سكك حديدية بين العراق وسوريا وتسهيل حركة التجارة بين كل من إيران والعراق وسوريا ولبنان، وتسعى أيضا لإقامة مشروع خط الغاز الإسلامي بحيث ينطلق من إيران مرورا بالعراق وسوريا ولبنان وصولا إلى أوروبا. ونظرا لامتلاك سوريا ثروة جيدة من الفوسفات، يسعى النظام الإيراني إلى السيطرة على إنتاجه لاستخدامه في الصناعات العسكرية والطبية. أيضا يحاول السيطرة على مطار دمشق الدولي لتسهيل نقل بضائعه إلى وجهات بعينها دون رقابة. أما بالنسبة للجانب الروسي فيسعى إلى الوصول إلى مياه شرق المتوسط والاستفادة من الغاز والنفط المكتشف في تلك المنطقة. وباعتبار روسيا أبرز مصنعي السلاح في العالم، اتخذت من الأراضي السورية ساحة لاستعراض أسلحتها ونفذت العديد من التجارب الميدانية هناك، كما بثت في أكثر من مناسبة لقطات لطائراتها وهي تقصف أهدافا في سوريا في محاولة لتغيير سمعة السلاح الروسي المتقادم. وبالفعل حققت في عام 2015 مبيعات بقيمة 14.5 مليار دولار وارتفعت إلى 56 مليارا في العام الذي يليه.